نكمل الرسمة جوالنا بعد. إيه شوي صغير بس معلش بدي شوي صغير. عادي الوقت كله لك. طبعا أنا كده أصرف بكيفي. طبعا هسه حسام الغزالي تلقى معصب شوية دا أقول لك الوقت كله. لا ما حأخذ كل الوقت بس يعني. الشيء اللي كفيني. بس نمون احنا نمون انا اريد اشوف الرسمه يعني هذا يستعجل حتى اشوف عم نمون حالنا يمكن انت اهم شيء يعني حاول لا ترحمهم يعني لا بصراحه يعني بس انت جميل ويحب الجمال اي عافيه بس يعني بتخيل كمان جمال يشمل جمال الوعي الفكر اي صحيح اكيد بس شكل همنا مطلوب جواد يعني مختلفنا يعني بس لا تبالغون بالبوتوكس يعني مو معقول بالحدود يعني مو معقول مزيعة تكون خدودة أكبر من عائلة يعني اي والله تمام أو شفافة مثلا مغطين على الشاشة كلها كلام صوتي لصوتك صح جواد أما سالفة حقن الشفايف ده تصير مشكلة ده تصير أوفر يا جماعة يعني هاي هم رسالة نوجهها للإعلاميات طيب انتبهت أكثر من واحدة بالفترة الأخيرة مسويات فخفوا شوية بس محمد يعني البنية تحير انه تواكب العصر والعصر هو يعني مو بالمبالغة لا الموده هي موده عمليات التجميل انه تواكبها او شيء يعني تظهر بصوره احلى زين هذا ما يعجبكم زين ليش بس عندنا اعلامياتنا البوتوكس تجي بصيغه هيك يعني لا مبالغه ملامحنا مو ملامح ناعمه شويه عندنا خشونه ملامح ترى انت التجميل مو التجميل اذا ملامح خشنه خلص نعموها يا عالم نعموها من يومكم لا شوية يعني مأفورين بالموضوع بس مو لا كلهم كلهم التجميل أصلاً. بالمناسبة يعني هل يوم السبت حيختارون ملكة جمال الإعلاميات العراقيات؟ طبعاً هذا الخبر حنأخذ يوم السبت حنعرف منو هي ملكة جمال الإعلاميات العراقيات. ومرشحة هواية من الإعلاميات للجائزة. يعني بتمنى تكون الثقافة والاطلاع هني أحد معايير الأهم لا والله هو مو هيك المسابقة على الجمال فقط بس جواد شوية على الكاميرا يلا هلا بنشوف تكي مثل ما تقولوا تكي شوي صغيرة دقيقة بس مش ما يهروا الغراض هذول أنتم تقولوا تكي لا أنا متوكل ما والله ما بعرف نسيت شايف بلش شو هاي أنا أجيب لك القلم تمام شكرا فينا نشوفها هيك شوية لي وراء هيك على والو علاوي وياخذ لنا شويه زوم للصوره على مود المشاهدين يشوفوها الرسمه فيها شخصية نفسها على مستويين تمام بنشوف مذيعه حامله الميكروفون يعني المايك على التي في ففي عندك سهم الصاعد لفوه المكياج والتجميل والنفخ والنقاط إلى آخره بينما الثقافة والاطلاع للحضيض يعني في انحدار يعني هذا الشرخ بين المضمون والشكل كتير بي 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 يعني بيروج للسخافة مو للثقافة بيجي للسخافة وبيزعج ظلمة بهاي الرسمة الإعلاميات يعني مو شرط إذا حلوة يعني ورايحة تروح على الموتة أو تواكب العصر لازم إنه تكون غير مثقفة شيء لا بالعكس يعني ممكن يعني تكون حلوة من المظهر ومن الجوهر بس أنا حأكد حكي جواد لا لحظة يعني برجع عيد للمرة السابعة اليوم أكيد في هيك وهيك يعني ولكن إحنا عم نحكي عن الجو العام الشيء الطاغي بشكل عام نحن عندنا اكثر من 1500 قناه الجو العام بصراحه ما فيك تشيلي منهم اكثر من اكثر من 10 اعلاميات صحيح. حقيقيات البقيه هن واسطات طيب هاي العشرة بتفكيرك ما راح يهتمون بروحهم ما راح يحطون ميك اب ما راح يهتمون زهرة بلبسهم زهرة كان نسيتي حديث ثاني قلت لك الشكل كثير مهم يعني في نهاية اعلام مرئي يعني انت لازم تشوفي شكل حلو حتى سواء كان مذيعه او مذيعه يعني مو شرط تمام ولكن انت بتنبسطي اكثر بتحسي بالفائده لما تشوف هالمذيعه هي تعبانه على حالها هي بس مجتهده بس شكلك تكرهوك هوايه اعلاميه والله انا كمان بكرههم سلام طبعا اكيد احنا اكيد رساله جواد واضحه ورسالتنا واضحه وحييك وعاشت ايدك ووصف ولا اروع وفعلا المكياج والتجميل النفخ الى الاعلى الثقافة والاطلاع
الى الاسفل للأسف. بس مو للكل اكيد اكو فئه معينه اصدقائنا مخصوم اصدقائنا اهم شيء زهوره ما تزعل منه اكيد زهراء من الاعلاميات المتميزات اللي نفتخر بها عراقيا اكيد. طبعا يوم السبت هو طبعا يوم السبت هو شنو اكو قلنا هي حتصير مسابقه هاي جواد شويه حيزعل حضم ملكه جمال الاعلاميات بالعراق اكيد احنا حنسلط الضوء على هالموضوع وهسه حنشكر جواد نورتنا شكرا لك يا جواد وعجبتني لو عن مره علينا زهره وأكيد ننتظرك ودايرهم تعال باكر لا تغيب علينا فترة طويلة لأنك اشتاق لك طبعا حنروح فاصل خلينا نطلع التقرير وين بيا محافظة بالديوانية خلاص.